حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نتجول دائما في داخل أنحاء دولة الكويت لتغطية جميع الأنشطة والفعاليات والمسابقات الدينية والتربوية والاجتماعية وأيضا الثقافية. فحياكم الله ويانا في حلقة اليوم، وأهلا وسهلا فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردها صفرا. كذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني الإنسان ما يبذل يعني الأسباب يعني ما يخلي أمر إلا ذهب له، وآخر شيء يقول: ها خل أجرب أدعي. لا، الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، أن الله سبحانه وتعالى الكريم المنان الرزاق الغني، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له سبحانه وتعالى. وطبعا في بعض الآداب التي يعني تكون يعني من باب يعني بعض الأمور اللي تكون يعني قبل الدعاء، وسوف نبين الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجاب، والأدعية المباركة من أدعية النبي. سوف نذكر دعائين، من الدعاء من القرآن ودعاء كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبين أن من الآداب الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى ويريد الدعاء، يعني من الآداب أن يثني على الله، يعني مو يعني رأسا يعني يدعو، لا، الإنسان بالبداية يحمد يعني يثني على الله ويمدح الله سبحانه وتعالى، هو أهل للمدح والثناء سبحانه وتعالى. يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مثلا ملء السماوات، يعني يحمد ويثني على الله. يعني إذا أنت تبي تمدح، امدح الله سبحانه وتعالى. وبعد ما تثني على الله سبحانه بما هو أهله، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما تصلي على النبي تدعو بما شئت، طبعا من الأدعية اللي سوف نذكرها لكم بإذن الله. وبعد ما تنتهي من الدعاء كذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سوف نذكر الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجاب، وأنا طبعا سوف أذكر لكم الأوقات اللي تكون في اليوم والليلة، يعني ما أذكر لكم في مثلا دعاء المسافر، يقول أنا يعني بالسنة مرة أسافر، أو مثلا دعاء نزول المطر، مثلا يقول إحنا بالشتاء ينزل مطر، يعني ما ندعي لين يصير مثلا شتاء. لا، أنا أذكر لكم الأوقات اللي يكون فيها الدعاء مستجاب بنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام باليوم والليلة. هذا الوقت طبعا أول وقت يكون يا أخوان، هذا الوقت المبارك اللي طبعا كانوا الصالحين يعني ما كان اللي عنده حاجة ما كان ينام في هذا الوقت، وهو طبعا ثلث الليل. ثلث الليل طبعا اللي هو طبعا قبل أذان الفجر بساعة إلا ربع، هذا ثلث الليل الأخير عندما يتنزل الله سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه. يقول: هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر. فالإنسان اللي كل حاجة ما يترك هذا الوقت المبارك اللي هو ثلث الليل، هذا طبعا الدعاء يكون فيه مستجاب. كذلك من الأوقات اللي يكون فيها الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يعني خصوصا تدخل المساجد في أوقات معينة، كل مسجد 10 دقائق، ربع ساعة، هذا الوقت ممكن، أو تدخل مثلا مسجد باقي 4 دقائق، لا أنت قادر تصلي السنة ولا أنت واقف، تقدر هذا الوقت تدعي دعائين ثلاثة، يعني أنت تستمر في هذا الوقت المبارك ويكون الدعاء مستجاب. كذلك من الأوقات اللي يكون فيها يعني أو الأحوال اللي يكون فيها الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة وأنت ساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني أنت تجمع بين الأذان والإقامة كذلك وأنت ساجد.
كذلك هم تقدر تجمع أمر يعني أكثر من أمر في يعني يكون دعائك مستجاب، أنك تدعو لأخيك بظهر الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء لأخيك بظهر الغيب مستجاب، يعني لأمن ملك يقول آمين ولك بالمثل، يعني منو الكسبان؟ أنت الكسبان. يعني إذا أنت لك حاجة مثلا أو لك أمر معين تدعو لأخيك بظهر الغيب، الملك يؤمن على هذا الدعاء يقول آمين ولك بالمثل، يعني فلان يا رب تسهل أمورك مثلا بفلان، يا رب ترزق بفلان، يا رب تقضي حوائجه، يا رب تصلح بينه، يعني أي دعاء أنت تدعو يعني الملك يؤمن على هذا الدعاء. كذلك من الأمور اللي يكون فيها الدعاء مستجاب أنك تدعو بعمل صالح، يعني لا بد أن الإنسان لا من الأعمال الطيبة ولا من الأعمال اللي ما يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. قل مثلا إنسان يكون بار بوالدينه، أو إنسان مثلا لا عمل مثلا بالصدقة، أو إنسان مثلا يعني يقضي حوائج الناس، يدعو بهذا العمل يقول يا رب إن مثلا أني مثلا ساعدت مثلا أو كنت سبب بالشفاعة، يا رب إن كان هذا العمل خالص لوجهك وابتغاء ما عندك يا رب ابتغاء وجهك يا رب فرج عني. وهو طبعا الدليل قصة الثلاثة اللي في طبعا الحديث اللي كل طبعا يعرفه. كذلك من الأسباب اللي يكون فيها الدعاء مستجاب دعاء الوالدين، يعني الإنسان يحرص لما يكون عند والدته أو والده يحرص أنه يدعو له، يعني دعاء الوالدين يا أخوان دعاء يعني عظيم، يعني خصوصا الآباء الحين يحرصون يدعي مثلا يعني يدعون حق أبنائهم ما ينسونهم، يعني بالصلاة مثلا يدعي حق مثلا والده ووالدته ويدعي حق زوجته وعياله وأرحامه ويدعي حق ولاة أمره، يعني الدعاء هذا أمره يعني أمره عظيم. كذلك من الأمور اللي يكون فيها الدعاء مستجاب دعاء المظلوم حتى لو كان غير مسلم، يعني عندك خدامة بالبيت أو عندك سائق بالبيت مثلا وتظلمه، هذا يكون دعاء مستجاب، ممكن هذا يكون سبب في يعني سبب شقائك وشقاء يعني بيتك بسبب ظلم هذا الإنسان يدعي، كما أخبر يعني دعوة المظلوم أن ترفع إلى الغام يقول وعزتي لا أستجيبن لك ولو بعد حين، حتى لو كان غير مسلم، غير هذا غير مسلم هذا أمر، والظلم هذا أمر ثاني، يعني يدعو عليك هذا يكون سبب يعني فيه سبحان الله يعني سبب يعني ممكن يكون سبب في هلاكك ظلم هذا الإنسان، يعني شاهد دعوة المظلوم حتى لو كان غير مسلم. كذلك من الأمور اللي يكون فيها الدعاء مستجاب طبعا عند شرب ماء زمزم، دعاء الصائم خصوصا يعني في رمضان، دعاء المسافر، يعني في أوقات معينة يكون الدعاء مستجاب. كذلك من الأوقات اللي يكون فيها الدعاء المستجاب عند الدعاء بسم الله الأعظم، الإنسان لما يدعو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بسم الله الأعظم، مثل يعني ورد أحاديث كثيرة يعني بسم الله الأعظم، الإنسان لما يدعو في هذا الاسم كما بين في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. كذلك الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي ذنون، ما يعني ما من امرئ يعني يدعو بهذا الدعاء إلا استجاب الله له، يعني أنت بين دعائك مثلا تدعي يا رب مثلا تسهل أمورنا، يا رب تقضي حوائجنا، يا رب تغفر لنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تدخل هذا الدعاء المبارك من بين طبعا أدعيتك. وطبعا عند طبعا شرب ماء زمزم، عند طبعا نزول الغيث، الغيث طبعا المطر، عند نزول المطر يكون الدعاء مستجاب. كذلك عند التحام الجيوش، كذلك دعاء المضطر، يعني اللي يعني يوصل مرحلة الإنسان يقول أنا مالي إلا الله سبحانه وتعالى، يعني دعاء المضطر هذا كذلك يكون دعاءه مستجاب. والإنسان يحرص إحنا كما بينا في أوقات كثيرة يكون فيها الدعاء مستجاب، ولكن إحنا يعني حتى يعني نبين لكم الأوقات اللي تكون في اليوم والليلة إن الإنسان يحرص إنه يعني ما تفوته يعني في يعني هذه الأوقات المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مش
مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، لكم مني أجمل تحية ومع السلامة.